السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحب بأبناء الوطن العربي الجميل في مادة الفيزيكس 1 to 1 أو ما يعادلها من أرقام أخرى. وشابترنا النهاردة عن السنتر أوف ماس أو السنترويد. الشابتر هيكون أرقام أخرى في مناهج مختلفة عندي. عندنا هنا في مادة الفيزيكس 1 to 1 هو شابتر 7، ممكن يكون شابتر آخر في يعني مثلا في الاستاتيكس، مثلا في كتاب هيبلر هو شابتر 9، وممكن يكون أرقام أخرى في مناهج أخرى. ولكن إحنا بنتكلم إن جنرال عن الموضوع اللي اسمه سنتر أوف ماس بغض النظر عن رقم الشابتر. إيه سنتر أوف ماس؟ نتخيل كده إن إحنا عندنا مثلا مظلة. المظلة دي أبعادها هنكتبها دلوقتي، نقول مثلا لغاية هنا حاجة كده، حاجة بالمنظر ده. ليها سمك بسيط، مظلة مثلا في بنزينة أو مظلة سيارات واخدة الشكل ده. فرض حاجة بالمنظر ده، أبعاد نقول مثلا أبعاد ستة متر وستة متر، ونقول هنا نقول مثلا 4 متر و4 متر. لو حبينا نحط حائط تحت المظلة، المظلة دي ارتفاعها 3-4 متر، ونحط حائط بالطول كده بحيث المظلة ما تملش لا يمين ولا يسار قدر الممكن، مثلا من ضغط الهواء أو لو حاطين أحمال فوقها أو نتيجة وزنها. فهل أحط هنا بالظبط في النص اللي هو يبقى هنا 6 أو هنا 6؟ يعني هل أحط كده ولا ساعتها يبقى النص اليسار أكثر شوية؟ واضح كده ان لو حطيت في النص الحائط كده هيبقى الحمل هنا اكثر شوية، فالصح ان انت تخلي الحائط شوية يسار، حاجة بالمنظر ده كده. يعني مثلا لو ده 6 وده 6 ممكن مثلا تحطه عند 5 متر بس مش 6. طيب ولو الحائط بدل ما نحطه بالطول كده حطيناه بالعرض كده، هل يا ترى النص ده قد النص ده ولا نص تحت اكثر شوية؟ اكثر شوية، فيمكن احطها مثلا تحت شوية كده، ربما مثلا عند 3-3.5. يبقى لو حطيت حائط بحيث المظلة ما تملش نحطها جهة اليسار شوية لأن الأريا هنا أكثر، ولو حطيت الحائط بالعرض كده هيبقى ناحية تحت شوية لأن النص اللي تحت أكثر. طب لو حطيت عمود في النص بالظبط، أحطه عند تقاطع المحورين اللي رسمتهم دول يكون كده، مثلا فالعمود ده هو اللي هيشيل المظلة في النص بحيث يبقى النص ده قد النص ده تقريبا والنص ده قد النص ده تقريبا. مساحات او في حاجة احسن، مساحات شوية يكون عزم الدوران يمين قد اليسار وهناك قد هنا، هنا اللي اكتر شوية. عايزين نقلب الكلام ده كلام علمي بقى شوية ونحسب حاجة اسمها السنتر اوف ماس اللي هو النقطة اللي انا رسمتها تقاطع المحورين بحيث يكون ان الدوران متساوي من الجهتين لو كان عليه احمال متساوية او نتيجة وزنه مثلا او نتيجة الريح. طيب اعمل ازاي؟ نقسم الشكل اللي قصادنا ده. لو نحط محاور، هنحط محاور، ده محور مثلا اكس وده محور واي ودي نقطة الأصل الأوريجن. طيب ونقسم الأريات اللي عندنا الأريات منتظمة، يعني ليكن مثلا كده على سبيل المثال أو كده. في أريا كبيرة أهي تحت نسميها أريا 1 مثلا، والفوق دي أريا 2.
طيب وبعدين اعمل الجدول التالي ده، الجدول ده هو اللي هيحل كل مسألة. هعمل الجدول ده، هعمل حاجة بالمنظر ده. الجدول هيكون فيه أربع خانات أو أربع أعمدة، هكتب فيه التالي: السيجمنت اللي هو يعني القطعة اللي أنا واخدها اللي هي اريا 1 أو اريا 2، اريتها كام، أو لو كانت كتل أو كتلتها كام، ممكن لو كانت كتلات مختلفة أو يعني كثافة مختلفة، أو لو كان أطوال أقول الطول كام. هنشوف دلوقتي في مسائل مختلفة، يا اريا هنا يا كتلة يا إما طول. طيب وكام الإكس والواي بتوعها؟ على سبيل المثال خلينا نطبق عشان نفهم. الاريا اللي تحت دي اريا 1 مش طولها 12 او عرضها 12 وطولها 4؟ مش مهم فين الطول فين العرض، خلينا نقول مثلا ده الطول وده العرض او العكس، يبقى 12 في 4 يعني 48. اما الاريا 2 6 في 4 يعني ب 24. طيب الاريا الاولانيه دي فين المنتصف بتاعها، نقطه المركز بتاع الاريا اللي تحت؟ اه معروف منتصفها مثلا هنا اللي هو 6 و2، 6 في اتجاه الاكس و2 في اتجاه الواي. مره تاني هو ده كله 12، عشان اوصل للنص امشي 6 وارتفاعها 4 فامشي 2، يبقى النص بتاعها مثلا هنا اللي هو 6 ب2. طب والتانيه اللي هو نصها هنا مثلا، في واحده هنا وفي واحده مثلا هنا كده، ادي النص دي وده النص هنا. هنا بقى همشي قد ايه؟ هي دي 6 فامشي لها 3 في اتجاه الاكس، واصعد لها كام؟ امشي الاربعه دول وامشي كمان نص الاربعه، هي كلها 8 ما اقولش 4 لان 4 هنا. لا الاول اعمل ايه؟ وانا بتكلم على الاريا دي، الاول امشي الحته دي اللي هي 4 وبعدين اصعد كمان 2 ف6. لو مليت الجدول ده السؤال اتحل. ليه بقى؟ لان القانون بيقول لنا ان الاكس بار، مين الاكس بار ده؟ اللي هو المركز، النقطه دي بقى اللي انا بدور عليها للشكل ككل مش على مستوى كل شكل. دي الاكس والواي للاي 1، دي الاكس والواي للاريا 2. اما الاكس والواي اكس بار والواي بار للشكل ككل اللي هو المظله على بعضها اللي هو في النقطه دي، هيطلع اقل من 6 شويه ويطلع اقل من 4 شويه زي ما احنا شايفين في الرسم، عشان يبقى تحت شويه لان الاريا تحت كتيره ويسار شويه لان الاريا هنا اكتر شويه. بيساوي مجموع الاريا في الاكس على مجموع الاريا، وزيها الواي بس هتبقى هنا واي وهنا واي بار. تعال نطبق الكلام ده. يساوي الاريا 48 الاولى في اكسها اللي هي 6 زائد الاريا الثانيه 24 في اكسها اللي هي 3 على مجموع الاريتين اللي هو 48 زائد 24. المفروض الرقم ده يطلع قلنا اقل من 6 شويه، ف 48 في 6 زائد 24 في 3 تقسيم 72، فطلع الجواب 5 متر. يبقى زي ما اتفقنا هو فعلا المفروض يطلع اقل من 6 شويه، فالجواب لوجيك. طيب بالنسبه للواي بار مش هوصل لغايه الاربع، اقل شويه لان الاريا تحت اكثر، فاقول الواي بار نفس القانون بقى بس هغير الواي. لو كانت ماسس هقول ماس، لو كانت اريا اقول اريا في واي على سيجما الاريا. تعالوا نطبق. الاريا الاولى زي دي 48 من الجدول اهي، 48 في 2 و24 في كام؟ في 6. لكن الاول كان هنا ده بده وده بده، دلوقتي 48 في 2 زائد ال 24 في ال 6 على مجموع الاثنين دول اللي هو 72، فطلع الجواب قلنا هيطلع اقل من 4 شويه، ف 48 في 2 96 زائد 24 في 6 تقسيم الاريا كلها 72، فطلع الجواب 3.33 متر، وفعلا اقل من 4 شويه. يبقى احنا كده فهمنا الكونسبت بتاع الشابتر. لو احنا عندنا مجموعة اريات منتظمة بقسمها يا اما كده او كده، المهم بقسمها لكل اريا
الاريات، كل اريا فيهم تكون معروفه الاكس والواي بتاعتها كام والاريا تكون معروفه كام، لكن الشكل ده على بعضه لا معرفش فين الاكس والواي بار بتاعته، ده اللي انا عايز احسبه اصلا. فلازم اقسمها لمجموعه اشكال منتظمه. طيب كل شكل بجيب الاريا بتاعته والاكس والواي بتاعته، لو كانت ماسس اجيب الماس بتاعته والاكس واي بتاعته، وبعدين الشابتر ده فشل المعادلتين دول فقط لا غير، الشابتر كله فشل المعادلتين. هتشوفوا دلوقتي كل مسائل الشابتر عباره عن نفس المعادلتين، بس مرات مديني ماسس فاكتب هنا ام، او لينثس لينثس فاديها ال بس، وبيت الشابتر كله هتشوفوا ان هو مباشر. سؤال حلو جدا في الامتحان، في الغالب الطلبه من صورته بيغلطوا فيه، بيستسهلوه قوي، ما بيبصوش ان الارقام تكون لوجيك. يعني احنا هنا ستة النص، بس الجنب اليسار اكثر فلازم ارجع شوية فطلع خمسة لوجيك، النص كام اربعة فلازم انزل شوية فتلاتة بوينت تلاتة. لو بصينا للمسائل وللاجابات بالطريقة دي في الغالب ان شاء الله مش هنغلط، نملى الجدول صح وهتشوفوا ان المسائل كلها مسائل سهلة. تعالوا بينا نحل مسائل امتحانات من احدث 7 سنين، احنا في 2000 دلوقتي، احنا تاريخنا اللي احنا بنسجل فيه النهارده 1/8/2017. تعالوا ناخد امتحانات 2016 و15 واحنا راجعين بما فيهم 2017.